الاصدار ديال الاغنيه ديال المليونير كان بحال مشى علينا واحد الثقل اللي هو كبير. الاغنيه ما كنقدرش نخرجها غير هكا، خصني ضروري ندرس لها كاع، نشوفها من جميع الجهات من جميع الزوايا باش نعرفها واش اغنيه زعما زوينه من ا حتى لزيد ولا لا. فان فوا الاغنيه كتعجبني داك الساعه كنخرجها وكنقول بانها سالات. الفكره جات حيت سافرت لدبي اول مره، عجبتني دبي بزاف، قلت يعني بانت لي بلاد المليونير كما يقولوا. دونك جاتني هذه الفكره هذه باش ندير اغنيه سميتها مليونير، واخا الجمل راه غالي على الجمل، راه غالي على السنتروا. بانت لي وصلت لحدا برج خليفه، حيت وصلت لحدا برج خليفه بانت لي بانوا لي غير السيارات الفاخره، غير لي فواتور دو لوكس. قلت بوركوا با نوصل بالجمل. جاتني فكره بحال جاني واحد الالهام، واحد الالهام ديال نوصل بالجمل حدا برج خليفه. هذه ماشي سهله باش تجيب جمل حدا برج خليفه، حاجه اللي ماشي سهله، بحال كتحلم. والحمد لله يعني ما مشيت حتى طبقات هذه الفكره هذه، وعاونونا بزاف دبي، ساعدونا في التصوير ديال الكليب، والحمد لله كليب اللي هو زويون بزاف، فيه الاكشن فيه لاكسيون فيه ان كادر كوميك، فيه شويه ديال الضحك، والحمد لله انا فرحان بزاف بالنجاح ديالو. ديجا كندير درت اون كوميدي ميوزيكال في لو فيستيفال دافينيون، ودرنا 30 دات اللي فيه التمثيل والغناء. كوميدي ميوزيكال بحال المسرحيه وفيها الغناء او ميم طون. التمثيل ما عمر ما درت شي فيلم، ما عمر ما درت مسلسل، ولكن قريب ان شاء الله غادي نمثل في واحد الفيلم اللي غادي يجمع بزاف ديال الفنانين الدوليين، اللي غادي يكون التصوير ديالو في دبي ان شاء الله مع عادل الواوان. السلام عليكم. عادل الواوان بطل رياضي، واحب التمثيل، واحب اقدم حق جمهوري دائما شيء جديد، واحب اقدم دائما شيء يعطيهم طموح بالحياه انه يوصل للمستقبل اللي يبيه. فدخلتي في الفن وفي الغناء في خاصه في مليونير اني اثبت حق الشباب انه ما في شيء اسمه مستحيل، اي شيء تبيه راح توصل له. ولكن انا مو مغني، حتى الغناء اللي غنيته مو غناء، يعني غنيت بطريقتي انا الخاصه، مو موجوده بعالم الغناء، بس طلعت بالاغنيه وغنيت وكل شيء مشى اروع مما يمكن. هو الاغنيه طلعت سابقه زمانها، فهذا بس كان في تحدي، وابي الناس تعرف انه ما في شيء اسمه مستحيل والواحد يقدر يوصل. واه هذه قصه قديمه شويه، مي بون انا جو اوفير توت بروبوزيسيون ان شاء الله بوركوا با. الفاس نموت عليكم، بروني بيان سوان دو فو، وان شاء الله ما تنساوش ديما الجديد يونس. هي هي.